في هذه القياده الوفاء لهؤلاء وفجر الاحد الرئيس دالمغوقو فيتنام في الصغير ستظل الجزائر اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون كما بالامس حصنا مدافعا عن القضايا العادله في العالم القضيه الفلسطينيه الغاليه وعن القضيه الصحراء الغربيه العادله وكل قضايا الشعوب المستضعفه لاننا بكل اختصار نؤمن انه من الوفاء لذاكره ابطالنا وشهدائنا ومجاهدين ومجاهداتنا ان نستمر على ما عهدوه لنا لقد تغلبت القوات الفيتناميه وببساطه وسائلها على اعقد التحصينات ودمرت اقوى الدفاعات وادارت المعركه بعنف شديد واشتركت فيها قوات بحجم ونوع بحجم ونوع لم يسبق حدوثه في المنطقه. سيظل اسم البطل العسكري الثوري فونكين جياب صديق الثوره الجزائريه راسخا في ذاكره الاجيال. il y a dans le monde deux هناك في العالم ثورتان كبيرتان؛ الثورة الجزائرية التي اندلعت في الفاتح نوفمبر 1954، والثورة الفيتنامية. وانتصار ديان بيان فو في شهر ماي 1954. يمكن القول أنه القدر بين الشعبين الجزائري والفيتنامي أن نحتفل هذا العام بذكرى الثورتين في تاريخ واحد. انا سعيد ان ارى سفراء دول في هذه المناسبه من امريكا اللاتينيه وافريقيا مثل كوبا وجنوب افريقيا وكوديفوار ونيكاراغوا وانغولا واندونيسيا هذا يمثل الاهميه والبعد الدولي للثوره الجزائريه والثوره الفيتناميه هذا العام نحتفل بالذكرى السبعين لانتصار معركة ديان فو وهي ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية أيضا فنحن هنا للاحتفال مع بعضنا البعض لقد تم بناء علاقات دبلوماسية بين الفيتنام والجزائر من قبل الرئيس هوشي منه والرئيس هواري بومدين والجنرال جياب علينا ان ندفع بهذه العلاقات لمدى طويل ونحافظ عليها فهذه العلاقات التي تجمع البلدين متميزه وخاصه ومبنيه على اساس التفاهم الثنائي المشترك